وفق المنهج السويسري في السياحة والفندقة، تخضع فتيات سعوديات ل13 برنامجا تدريبيا في مختلف تخصصات القطاع الفندقي والسياحي بمعاهد خاصة بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبالتعاون أيضا مع الاتحاد العالمي للجامعات الفندقية ومنظمة السياحة العالمية. حياة الغامدي معها التفاصيل. معهد عالي المستوى لتدريب الفتيات السعوديات على أساسيات السياحة والفندقة وضخهن في المكاتب السياحية والعمل في أروقة الفنادق وإدارة المطاعم والفعاليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. احنا المعهد ينقسم الى قسمين في التدريب، عندنا 4 شهور منتهيه بالتوظيف، وايضا عندنا الدبلومات مدتها سنه، كلها ايضا معتمده المؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني مدعومه من قبل صندوق هدف الموارد البشريه. المعهد خرج نحو 500 فتاة خلال الفترة الماضية، احتلت إدارة الفنادق ما نسبته 80% من الخريجات اللاتي خضعن لبرامج تدريبية على كافة أقسام الفنادق، بدءا من الاستقبال مرورا بتنظيم وخدمة الغرف وصولا إلى الطبخ وتقديم الطعام. أهم المهارات اللي تعلمنا عليها في المعهد صحة وسلامة الغذاء وأهميتها في المطبخ للعمل كشيف، بداية النظافة الشخصية، التعامل مع المواد الغذائية من لحوم وخضار، من حفظ الأطعمة وتخزينها وطريقة تخزينها. أيضا تعلمنا كيف أنواع الأجهزة والمعدات المتواجدة في المطبخ وكيفية العناية بها والاهتمام فيها. بدأ افتتاح تخصصات للسعوديين في السياحة والفندقة عام 2007 بإنشاء كلية الأمير سلطان للسياحة في مدينتي أبها وجدة، حتى وصلت إلى معاهد خاصة لتدريب الفتيات طبقا لأحدث المناهج الدولية. حياة الغامدي، العربية، الرياض.